مرحبا، شو راح تحمل جولة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟ الجواب راح نتعرف عليه بعد فاصل سريع، نعمل فيه لوج إن بالبداية على فيسبوك. انطلاقة الحلقة راح تكون مع خبر ترند بكل ما تحمله كلمة ترند من معنى. خبر عم تتداوله كل الصفحات والمواقع الإلكترونية وعم يتحول لحديث الناس خلال ساعات اليوم، وبالتالي أكيد راح يكون له مكان عنا بلوج إن. صار لص مصري حديث مستخدمين عرب على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصي المصريين منهم اليوم الثلاثة، بعد ما قام بسرقة هاتف محمول لأحد مراسلي المواقع الإخبارية المصرية. موقع اليوم السابع الشهير قال أنه هاتف مراسله تعرض للسرقة أثناء خروج المراسل بلايف ستريمينج على فيسبوك للحديث عن الزلزال يلي حس فيه سكان القاهرة اليوم، بالإضافة طبعا لعدد من الدول العربية الثانية من بينهم سوريا بعد الزلزال يلي صار صباح هذا النهار. وأشار إلى أنه قيادات أمنية مصرية توعدت بإلقاء القبض على السارق، خاصة وأنه هي الحادثة تبع السرقة يعني توثقت بالكامل أعلى كوبري الدائري بشبرا الخيمة، منطقة بالعاصمة المصرية. والمشهد أو الفيديو المباشر وثق حتى وش الحرامي بشكل مباشر، وظهرت صورة الشاب اللي سرق الهاتف خلال اللايف ستريمينج. وقال الموقع انه عشرات الاف المتابعين طبعا قدروا يتعرفوا على وشه لانه اصلا كانوا عم يحضروا البث المباشر لما قام بعملية السرقة. المتابعين اللي وصفوا قسم كبير منهم هالحرامي بانه صاحب الحظ الاسوأ بين كل الحرامية يلي سمعوهم او شافوهم بحياتهم. الشعر بها عدد كبير جدا من المواطنين فيه، حتى القاهرة والجيزة وعدد مناطق متفرقة جدا من الصعيد. بنطمن حضراتكم ان المعهد اكد انه لم يتم حتى الان الحمد لله تسجيل اي ما يفيد بوقوع خسائر في الارواح والدرجات، ولكن الشبكة طبعا بالفعل رصدت شعور عدد كبير جدا من المواطنين بالجمهورية. يعني لا يحصل علينا الموقف بالمرة. تاني أخبارنا بحلقة اليوم رح نروح للعمل في لوج إن على تويتر. رح ننتقل هلأ لأخبار للرياضة، وتحديدا موضوع أو فكرة غياب الروح الرياضية ببعض المواقف عند بعض اللاعبين. هالشي منشوفه بالعادة بين الخصوم بالملعب، ولكن يمكن هي المرة الأولى اللي رح نشوفه بين أفراد الفريق الواحد، بعد ما أثار حارس مرمى نادي غلينتوران أرون ماكاري ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي لما قام بالاعتداء بشكل عنيف على زميله أثناء مجريات فريق ضد كوليرين بالدوري الأيرلندي لكرة القدم. فبالدقيقة 80 لما كانت النتيجة بتشير لتقدم غلينتوران بهدفين لهدف واحد، نجح كوليرين الفريق الخصم يعني بإدراك هدف التعادل عن طريق أحد لاعبينه، ومعه مع هذا الهدف صارت حادثة ما بتتكرر كتير وما منشوفها عادة بعالم كرة القدم. فبعد ما دخل الجول على شباك الحارس فقد العملاق ماكاري أعصابه وبين وهو معصب تماما ليتوجه نحو زميله بوبي بيرنر بالفيديو اللي راح نشوفه بعد شوية، اللي كان السبب أو ارتكب خطأ ببداية لعبة هدف التعادل، فاعتبر الحارس هو المتسبب بدخول هذا الهدف عليه ودفعه بقوة ليوع على الأرض وينهال عليه بالضرب، حتى أنه حاول يسحبه من قميصه قبل ما يدخلوا لاعبي الفريق غلينتوران ويفصلوا بيناتهم. حكم المباراة طبعا بطبيعة الحال أخرج الحارس من الملعب ببطاقة حمراء لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين. من ناحيته مدرب غلينتوران حاول التقليل من حجم الواقعة وقال بتصريحات صحفية له لاحقا انه ماكاري سارع بالاعتذار عن تصرفه اللي اثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا. ومن هذا الخبر رايحين لآخر أخبارنا بحلقة اليوم يلي رح نتوجه فيه على الصين.
بخبرنا الثالث رح نتوجه لنحكي عن التطبيقات او الابليكيشنز اللي هي كمان بتتنافس بين بعض البعض على المتاجر الالكترونية المختلفة سواء جوجل بلاي او ابل ستور لتحقيق نسب تحميل ومبيعات عالية. هالمرة بالصين تطبيق جديد عم يثير التساؤلات حول الطلب العالي عليه. كشفت شركة الأبحاث الأمريكية سنسور تاور عن تفوق تطبيق صيني جديد على أشهر التطبيقات بالعالم وأكثرها تحميلاً خاصة على نظام iOS الخاص بأجهزة آيفون خلال شهر أيلول الماضي. الأمر بيتعلق بها تطبيق يلي اسمه The National Anti-Fraud Center، أي التطبيق اللي طوره وزارة الأمن أو طورته وزارة الأمن العام الصينية ليصير ثاني أكثر تطبيقات آيفون أو iOS تحميلاً الشهر الماضي من بعد تيك توك مباشرة، الأمر اللي أثار تساؤلات كثيرة. الأبليكيشن هاد بيساعد الصينيين على حظر أرقام الهواتف المشبوهة والإبلاغ عن البرامج الضارة، وكانت أطلقته الوزارة الصينية بأدار الماضي ووصل لأول مرة لقائمة التطبيقات العشرة الأكثر تحميلا على iOS بشهر آب ليحتل المرتبة السابعة، والشهر الماضي يحتل المرتبة الثانية لتجي شعبيته المتنامية بسرعة وسط حملة تسويقية حثيثة عم تنفذها الشرطة الصينية اللي روجت له باعتباره وسيلة آمنة بتمكن المواطنين من حماية أنفسهم والتبليغ عن محتالي الإنترنت. التساؤلات من كم التحميل المرتفع لهالأبليكيشن، ولكن غير المتناغم مع التقييمات على التطبيق يعني ما تجاوزت 2.3 من أصل 5 فقط على أبل ستور أو على الأب ستور، وبالتالي المستخدمين يعني غير راضيين تماما عن التطبيق، ومع هيك نسب تحميله عم تكون مرتفعة للغاية. الأمر اللي بيطرح تساؤلات عن إمكانية يكون في إلزامية أو نوع من الإجبار للمواطنين على تحميل التطبيق على موبايلاتهم، خاصة وأن التطبيق بيطلب 29 إذن من المستخدمين تشمل المراقبة الحية لسجلات المكالمات والرسائل النصية، ولكن التطبيق بالمقابل بيتعهد للمستخدمين أنه ما يشارك بياناتهم مع أي جهة حكومية أو طرف ثالث. ما ضل بحلقة اليوم يعني بعد هالجولة السريعة غير محطة أخيرة رح نوقف فيها لثواني قليلة نشوف فيها مشهد من الهند عم ينتشر كتير، وتحديدا من ولاية كيرالا الجنوبية اللي ركب فيها عروسين هنديين يعني قدر أو طنجرة طعام كبيرة خلينا نقول استعروه من أحد المعابد لحتى يوصلوا لمكان زفافهم بعد ما غمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات شوارع مدينتهم، وحقق هالفيديو انتشار واسع من لحظة العرس مبارح ولا غاية اليوم. رح ودعكم واترككم مع هذا المشهد اللي اتفق عليه الناس انه يعني هو تمثيل لفكرة ان الحب بينتصر على اي شيء بالاخير. لهون بتكون خلصت حلقتنا، برجع بشوفكم بكرة اذا الله راد، ومن هون لبكرة بتبقوا بألف خير. Let's log out. سلام.